بتاعته. اليوم طبخنا اندومي. ايش حتسوي التحدي اليوم؟ نخلص اول اندومي ياخذ هديه جاهزه. لا يا ريت يبقى هيدفون سماعات وانت هيدفون سماعات. يلا غير اللي يفوز هو اللي حيشتري. 1 2 3 بدا التحدي. يلا من اللي فايز سلطانة لنائلة. اللي تعب يستسلم يقول استسلمت. سلطان انت تطالع بنائلة ليش يا نصاب؟ طالع بصحنك عشان تفوز. نائلة تركز في هدفها. احلى نائلة. يلا يا نائلة ايش القصة الحلوة هذه؟ طبعا نائلة هي قصة شعرها فاجأتني بعدين عدلت لها لقيتها تلعب في المقص. يلا 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 مين اللي فاز؟ مين اللي فاز؟ سلطان او نائلة؟ فز. لا انت تطالع تراقب نائلة عشان كده هي فازت بدأت تخلص. يلا ما تراقب في المسابقة طالع في المقص. يلا مين نائلة او سلطان؟ والله سلطان قرب على النهاية. سلطان قرب على النهاية. ولا نقطة. شوف خلاص ستوب 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 ستوب. تعادلتوا تعادل. النتيجة 1-1. كلكم حجيب لكم سبعات. ستوب. ايش تسوي؟ ليش كذا الغرفة فاضية؟ عشان نشتري سرير. طيب يلا نروح نشتري سرير. يلا فين نروح؟ ايدي ديزاين. نطوا حنروح ايدي ديزاين. الشيخ هلا الشيخ سلطان يا حبيبي. هلا نائلة. هذا هو المعرض زي ما انتم شايفين. دوبنا وصلنا ناخذ منهم وغرفتنا. ومش رايكم؟ ايوه غرفة جديدة. لا لا غرفة جديدة ماما. يلا هذا ليكي. ايش حتسوي فيه؟ تسدحي تفرج تلفزيون. سلطان حيختار قبلك الماما. اسمع تحدي اليوم ايش هو؟ جينا فين؟ عيدي ديزاين. عشان ايش؟ نختار يا سفرة طعام يا غرفة نوم لماما. اوكي؟ انتوا تأثثوا بيت ماما زي ما تبغوا. اوكي؟ هنا ما عندهم حق اطفال يا نائلة. هادي يعني شوف ما في هي. روحي يلا اجروا. اللي يوريني اول شيء حلو. هادي ماما قلت لك سفرة طعام ولا غرفة نوم؟ يلا يا سلطان. هذه الغرفة الماما ولا هذه؟ ايش رايك؟ يلا تحدي انتوا تأثثوا غرفتي. هذه متأكدة؟ ترى في اشياء حلوة ثانية. زعل في فوق يا ماما. يلا تعالي نشوف. في فوق نطلع فوق ولا هناك؟ يلا نطلع فوق. اوبا شو تسوي يا سلطان؟ سلطان ايش تسوي؟ يلا تعلق. نائلة حيخلص التايم عليك. بعدين انا حختار. اذا ما اخترته انا حختار. شوفوا انا في عقلي غرفة. انا في عقلي غرفة. أوكي. اشوف انتو من اختار هذا؟ انا ما بحاكي لك اللي عجبتني. مولك هذه اللي عجبتني. مولك والله عجبتني. ما خليتك. اي والله هذه اللي عجبتني. شوفها ما باقي. هذه كلها مرايات من نور. كلها ماما صورت المكان كله حطيته في قناة أم سلطان ونائلة حق السنابات. ماما ايش؟ شوفي دي أبو غرفة لحال. طيب شوفي تبين دي؟ ايش يا سلطان؟ أنت ايش رأيك؟ وريني أنت ايش عجبك؟ أنا هذه أحسن. حتى أنت؟ والله حتى أنا هذه ونائلة نفس الشيء. بس نائلة ما تباها لماما ما تباها لها. ها نائلة مصرة؟ خلاص انت خذينا نام في سريرك. طيب يا كمان نام. لا ويلك انا اطردك. انا حطرده. انتوا بتغيروا غرفتكم كمان؟ ايوه. تبستوا من غرفتكم؟ ايوه. مش انا حطنا بعدين ماما. اوكي بس دحين ماما. اوكي اطلعي من هنا لا تعدي من البيت. انا ايش نوع المرتبه عندكم؟ شركة اسمها إرتاش تركية. ضمانها 10 سنوات. ضمانها 10 سنوات تركية. من تحت عجبتك؟ صناعة ايش كل الغرفة؟ الغرفة عندك ألماني. ألمانية كوبرا. واو أبل كوبرا. لا تاكلك. يلا رجعها تتكسر. لا لا يعني. خلاص ناخذ غرفة النوم بلاش سفرة الطعام. ايوه ما تبي سفرة طعام جديدة؟
اوكي يلا خارجين من المكان، اخترنا غرفة النوم اللي نبغاها من اي دي ديزاين، مكان مرة رهيب. ما صرت نايلة؟ لا تعوري. طالع ايش رايكم في الغرفة؟ ايش رايكم في الغرفة؟ حلو. هذه التسريحة وهذه الفرشة وهذه الكنبتين. هذه التسريحة زي ما انتم شايفين وصلت اليوم وركبناها. حلو. تبغوها لكم؟ ايش رايكم؟ خلاص اليوم ناموا عندي. سلطانة جاي اليوم ينام عندي. نايلة ما تبغى؟ لا. ناموا عندي؟ لا ماما. طيب زي ما انتم شايفين هذه التسريحة وهذا الكرسي. ايش رايك؟ افتح الدرج. ايش رايك؟ هذه الادراج من جوا. نائلة ممنوع تتصبطي في غرفة ماما. سعلانة؟ تبي الغرفة لكي؟ هذه لكي؟ طب ماما فين تنام؟ ها؟ في سرير تحت. أنام في سريرك اللي تحت؟ أنت الدور الأول وسلطان الدور الثاني، أنام تحت؟ وأنت تنامي هنا ما حتخافي؟ خلاص اليوم حخليك تنامي أجرب، وإذا خفتي إيش أسوي لك؟ ممنوع تنامي فيها، أوكي؟ ما آخذ غرفة. خلاص حجيب لك زي هذا السرير، طيب؟ أوكي؟ كل شيء. كل شيء؟ ها؟ طيب. وش نقول لهم نهاية المقطع؟